إذا عم تشاهد هذا الفيديو حالياً فأكيد أنت عندك الرغبة بمعرفة كيفية بناء أساس مالي قوي، وبنفس الوقت عندك الرغبة لمعرفة السر وراء تحقيق النجاح المالي. بهذا الدرس راح أكشف لك 8 قواعد تعلمتها من سنوات من أشخاص لهم وزن بعالم البزنس، وبعض النصائح طبعاً عشتها كتجربة شخصية وتعلمت منها. هاي القواعد الثمانة راح تساعدك بشكل كبير من الاقتراب من الاستقرار المالي، وبنفس الوقت راح تقدر من خلالها تتخذ قرارات مالية ذكية. تابعوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يسعد لي أوقاتكم يا رب، معكم علاء الحسن. خلينا نقول بسم الله بداية مشان ما أكون أنا منظر. هاي القواعد أنا تعلمتها من الكتب، من الفيديوهات، من أشخاص إلهم وزن بعالم البزنس. بعض هاي القواعد صراحة أنا تعلمتها من تجربتي الشخصية يعني، واستفدت منها، تعلمت، أكلت الضربة على راسي وتعلمت منها، واسمعها ممكن تستفيد مني. ومثل ما بيقولوا يعني الشاطر هو اللي بيتعلم من تجربته، ولكن الذكي اللي بيتعلم من تجربة الآخرين، فممكن تستفيد بشكل كبير. فراح أحكي لكم القواعد، وأيضا راح أطرح لكم بعض الأمثلة على أرض الواقع، فأنتوا أكيد راح تعرفوا شو بحكي. القاعدة رقم واحد، إذا كنت اليوم شخص عندك فعلا طموح أنك تكون صاحب مشروع مستقبلا، أو يكون عندك بزنس خاص فيك، أو حتى تكون في وظيفة مثل ما بنسميها وظيفة الحلم، الوظيفة اللي بتطمح لها، ولكن عندك صعوبات بتمنعك من هذا الشيء بالمرحلة الحالية هي. ممكن تكون مشكلة دراسة، ممكن تكون مشكلة أموال، ممكن تكون مشكلة مجتمع أو حتى بلد. تمام؟ نصيحتي إليك، واحد، حاول إيجاد عمل بناسب المرحلة اللي أنت عايش فيها. ما عم بحكي عن عمل الحلم أو البزنس اللي أنت بتحلم فيه. شو يعني هذا الكلام؟ يعني اليوم بإمكانك تبدأ بإنشاء دخل، حتى لو أنت عم تشتغل شغلة ما أنا اختصاصك، حتى لو كانت شغلة خلينا نقول دون المستوى الخاص فيك. ليش أقول لك هذا الكلام؟ راح أعطيك مثال على أرض الواقع. كثير من الشباب وصلوا معنا متخرجين نحن من الجامعات، بعض الأشخاص رفض أنه يشتغل بأي شغل كان متاح أمامه، تمام؟ وظل مثل ما بنقول معند أنه خلاص أنا بدي أشتغل بالاختصاص اللي أنا درسته، تمام؟ هذا الشخص بعد سنوات وسنوات لساته بنفس المكان، لأنه خلاص قال أنا بدي أدور على أي وظيفة، ما كان يعني ينقبل بهذا النوع من الوظائف. بعض الآخر ما قدر يكمل دراسة، وهون فات بمشكلة. بينما بعض الأشخاص اللي بلشوا يشتغلوا مثل ما بنقول أشغال عامة، أشغال عادية، ولكن بنفس الوقت أم يقدر يدخل مبلغ مالي أم يشيل منه حتى يستثمره، حتى يتعلم زيادة، يتابع دراسته، أو مثل ما بنقول يقربوا خطوة من المشروع اللي بده يفتحه. فحاول إيجاد عمل بأسرع وقت ممكن بناسب المرحلة اللي أنت موجود فيها، وخلي طموحك عالي حتى لو كنت عم تشتغل بوظيفة دون مستواك. قاعدة رقم 2، إذا فعلا حابب تدخل بمجال البزنس، فنصيحة رقم 2 هي أنك تحاول تفهم النظام الضريبي الخاص بالدولة اللي أنت مقيم فيها. هام جدا جدا جدا. كان واحدة من الأمور اللي أنا ما كنت بعرف عنها زيادة أول ما دخلت ألمانيا. أنا كان عندي فكرة كتير منيحة عن النظام الموجود مثلا ببلاد تانية، تمام، عندي فكرة كتير منيحة، ولكن النظام الضريبي الموجود بألمانيا نظام معقد جدا، يعني لازم تستشير فيه محاسب، وأيضا أحيانا المحاسبين بنفس المدينة ممكن يعطوك يعني كلام مختلف. انتبه، وهذا بيساوي إشكال، هذا بيساوي إشكال كتير كبير. ولذلك اليوم أنت قبل ما تبدأ بأي مشروع كان، خاصة إذا بدك تحط رأس مال، بإمكانك تأخذ مبلغ بسيط وتروح عند محاسب ضريبي وتقول له بدي استشارة قبل ما تفتح أي مشروع. فهم أنت على أي أرض واقف، وفهم شو إلك وشو عليك قبل ما تدخل بهذا النوع من المشاريع أيا كان، تمام؟ إذا فهم النظام الضريبي أو أقل النقاط الأساسية اللي بيتمحور عليها شغلك تفهمها من محاسب ضريبي، وإذا كان محاسب أو اثنين أو ثلاثة هذا الشيء كتير ممتاز، لأنه رح يعطيك فكرة أكبر، ومثل ما بنقول رح تأخذ كلام موثق أكثر من عدة أشخاص، تمام؟ محامي، محاسب ضريبي، أيا كان، حاول تأخذ استشارة منه، ممكن تكلفك مبلغ بسيط ولكن ممكن تستفيد من هاي الخبرة بشكل كبير جدا. القاعدة رقم 3، حاول تشتغل على زيادة دخلك. شو يعني هذا الكلام؟ زيادة الدخل بإمكانك تساويها بإنك تلاقي عمل جانبي، أو بإنك تطور نفسك حتى تقدر تشتغل بشيء تاني يطلع لك مبلغ زيادة. حلو الكلام؟ طيب هذا الكلام كثير حلو. يعني اليوم إذا أنت بتشتغل خلينا نقول ب
بوظيفة معينة، أنت حتى تزيد دخلك، حتى تقدر تجمع مبلغ من المال، فأنت بحاجة إلى عمل جانبي، تمام؟ وإذا كنت طالب مثلا وعندك عمل جانبي وحابب تزيد دخلك، فممكن تتوجه إلى نمط عمل تقدر تساوي بوقت الفراغ الخاص فيك، ممكن بأيام العطل الخاصة فيك، تمام؟ مثل العمل أونلاين. القاعدة رقم 4، بما أنه صار عندك دخل وممكن اشتغلت على زيادة الدخل، طورت نفسك، قدرت تحصل مصاري زيادة، فأنت اليوم على أعتاب القاعدة رقم 4، حاول تخفض نفقاتك قدر الإمكان طول ما دخلك بازدياد أو أرباحك بازدياد. ليش هذا الكلام بدنا نعمله؟ لأنه أنت لما تخفض نفقاتك إلى الحد الأساسي، أنت هون بتكون عم تحط حصيلة الأرباح كلها هاي بموضع إنك تستثمره أو إنك تضاعفه. إذا ما عملت هاي الحركة وبلشت تاخذ هاي المصاري، مثل ما بنقول تشتري فيها ثياب، ساعات، سيارات إلى آخره، أيا كان، ممكن تسحب سيارة بالتقسيط. يعني في كتير أشخاص هلا بيصير معهم زيادة شوي بالمصاري، بيسحب سيارة مرسيدس بيدفع لها 400-500 يورو ممكن بالشهر، ولكن المدى اللي بده يضل يدفع فيه ممكن يروح سنوات. هذا المبلغ اللي أمين دفع هلا راح تكون مثل ضربة على الدخل اللي أنت عم تبنيه حتى يساعدك للوصول للحرية المالية. ولذلك اليوم إذا أنت بحاجة سيارة، حاول تسحب سيارة على قدك، تمام؟ على قدك، حاول تخفض نفقاتك قدر الإمكان بحيث يضل الربح عندك أم يزداد مع الوقت، لأنه أنت لما تحرم حالك فترة من الزمن، مو يعني حرمت حالك للخمسين ستين سنة، نحن عم نحكي فترة من الزمن بحيث يكون عندك مبلغ معين تقدر تستند عليه بعد سنة، سنتين، بعد ثلاث سنين. قاعدة الخامسة واللي هي ادفع لنفسك أولا. هاي القاعدة كتير متواجدة، خلينا نقول بكتب المال والتنمية وغيرها. شو يعني ادفع لنفسك أولا؟ يعني اليوم أنا لما أشتغل وأتعب حالي، فأنا بستحق جزء من دخلي أصرفه على حالي وانبسط فيه. هذا الكلام كتير حلو، ولكن مثل ما قلت بالقاعدة اللي قبلها، نحن بدنا نحاول ننزل النفقات قدر الإمكان فترة معينة من الزمن. طبعا هاي الفترة أنت بتحطها بلان، تمام؟ بتخططها. ادفع لنفسك اولا، يعني لا تحرم حالك، بمعنى انه ما تبخل على حالك، يعني مثل ما بنقول كم دولار او كم سنت ما رح يكسوك، تمام؟ ولكن الاساس تخفيض النفقات اللي ما إلها لازمة، اللي ممكن تقتطع مبلغ مالي كبير منها. حلو الكلام؟ قاعدة رقم 6، لما نوصل لهي المرحلة فنحن رح يكون معنا مبلغ مالي محترم نقدر نستند عليه. طيب شو بدنا نساوي فيه نحن هاد؟ نحن اشتغلنا شهر 3-6 صار عندنا مبلغ مالي، هل أنا بدي ضل اشتغل والمبلغ يضل بالبنك؟ هون في عندنا نقطة. هلأ النقطة انه المال لازم يكسب مال، أنا بدي حاول بقى اشغل هاي الأموال حتى تقدر تجيب لي أموال. كيف هذا الكلام؟ يعني أنا اليوم بإمكاني استثمر هاي الأموال، ممكن شغلها بحيث يجيب لي عائد معين. على سبيل المثال، في شخص موجود بمنطقة معينة ببلد صعب جدا انه يشتغل بشهادته او يتكلم لغته، حلو الكلام، واتعرف على شخص اخر عن مصلحته الاساسيه خباز بالمنطقه اللي كان عايش فيها. في عندنا العديد من محلات الشاورما العربيه، محلات الشاورما العربيه كل يوم بيوصل خبز صاج مشان يلفوا فيه الساندويش ويبيعوا. الشخص الاول حكى للشخص الثاني اللي هو خباز، يا فلان بتقدر انت تعمل خبز صاج؟ قال له ايه كتير سهل. قام سأله الأول شو العدة اللي بدنا إياها نحن بشكل عام حتى نقدر طبعا نبلش بهي العملية؟ قال له بدنا كذا وكذا وكذا. طبعا الشخص الأول معه 500 دولار، ما أمن لك معه 50,000، 500 دولار. قال له أنا رح أجيب هاي العدة ونبلش نشتغل، والصبح نحن بنوزع يا أنا يا أنت على المحلات بعد ما نتفق معهم. وفعلا بمبلغ بسيط اشترى عدة الخبز وبلش الخباز يشتغل شغله، والشخص الثاني بلش يوزع يتفق مع المحلات، وبالتالي حول ال 500 دولار من مبلغ جامد الى مبلغ رد له اموال كتير حلوه. مبلغ بسيط قدر يشغلهم مع شخص صاحب خبره ويضاعف هاي الاموال مع الوقت، وبالتالي صار هو شريك بالمال وهذاك شريك بالشغل. نفس السيستم اليوم انت بامكانك تطبقه، فانت ممكن تدور على اي صاحب خبره، على اي شخص بيشتغل بمجال معين، وتقول له معي مبلغ مالي معين، شلون بتقدر تشغل لي اياه وانا استفيد وانت تستفيد. نصيحه رقم 7، حاول تاخذ نصايحك الماليه من شخص ثقه. كيف يعني هذا الكلام؟ يعني انا اليوم لما بدي اخذ نصيحه ماليه بحاول شوف الاشخاص اللي فعلا قدروا ينجحوا بشيء معين، تمام؟
لأنه اليوم في كتير على السوشيال ميديا مليونيريين يعني، فبيقول لك بلالك المدرسة وبلالك الجامعة ومنها العلاك المصدية. القاعدة رقم 8، وإن شاء الله ما أكون طولت عليكم، ولكن هاي القواعد يعني بالتتابع لازم تمشي فيها. قاعدة رقم 8 هي أنك تشيل نسبة من ربحك وتحوله إلى الأصول. كيف بيصير هذا الكلام؟ وشو هي الأصول؟ عندك حساب بنكي، عندك مثلا دخل فرضيا خلينا نقول $1000، تمام؟ مصاريفك انت بشكل عام هي $700، فانت بيزيد معك خلينا نقول $300 زيادة، حاول تشيل منهم 100-150 وتحولهم مباشرة بشكل شهري للاستثمار بالأصول. طيب شو هي الأصول؟ الأصول هي شيء مثل العقار، شيء مثل الأسهم، شيء مثل خلينا نقول العملات الرقمية ممكن وغيرها. الأصل هو اللي بيدخل لك مصاري، تمام؟ يعني أنا وقت بدي استثمر بعقار، بستثمر بعقار ممكن أجره ويصير يجيب لي دخل. نفس الكلام إذا بدي استثمر بأسهم، الأسهم وخاصة الأسهم اللي بتعطي أرباح ممكن اشتري فيها وبيصير عندي أرباح من هي الأسهم، تمام؟ وكثير من الكتب المالية بتشجع على موضوع أنك تستثمر بالأسهم لأنه بتجيب لك أرباح، تمام؟ ولكن أرباح الأسهم هلا بالوقت الحالي يعني ما نامت الأبل، ولكن بشكل عام إذا بدك تفكر فيها لبعدين عندك رأس مال بدك تكبر رأس المال، أنت لساتك مثلا بعمر صغير، فخطوة كتير كتير ممتازة أنه يصيروا يعطوك دخل سلبي، خاصة إذا اخترت مثل ما بنقول شركات تعطيك أرباح وشركات معروفة بالسوق، تمام؟ فهدول بيصيروا بيعطوك أرباح خلينا نقول بشكل دوري. العملات الرقمية يعني شيء تاني ممكن تستثمر فيها، العملات ترتفع فبيكون عندك ربح على رأس المال، وبالتالي هاي كلها تسمى أصول، شيء بيعطيك مصاري ممكن تستثمر بشركة معينة أو تستثمر مع أشخاص آخرين بشغلهم، وبالتالي أنت بتكون شريك بالمال وأيضا بيطلع لك نسبة ربح وهكذا. فالنتيجة أو المحصلة للثمان قواعد هدول إنك تبني مصادر دخل متعددة، في حال انضر واحد من هدول المصادر في عندك مصدر تاني يسندك. وأهم نقطة بكل هالثمان قواعد حتى تقدر تنجح فيهم هي إنك تكون صبور جدا جدا جدا. إن شاء الله ما أكون طولت عليكم، إذا استفدتوا من هذا الفيديو دعموني باللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وشيروا هذا الفيديو لتفيدوا غيركم. الله يسعد لي أوقاتكم، كان معكم علاء الحسن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.